حاسبنت على كوبر. يعني انا بحاسبن على اي حد ظلمني. وسام حسن منعك من انك تحقق حلمك بالاعتزال في الاتحاد السكندري؟ اه، لو رجع بيا الزمن انا طلبت ان انا امشي من نادي الزمالك، فكان ممكن اقعد. يعني انا ما اعرفش ايه المشكله اللي خلتني ان انا اقعد في البيت 5 شهور. سبب طب اقول لك المعلومه اللي عندي، كنتوا عاملين مشاكل. هل باسم مرسي نجم ضيع نفسه؟ هو مش ضيع نفسه، هو دماغه اللي ضيعته شويه. يعني هتلاقيني زيرو في الموضوع ده. كده ايه حكايه خناقتك مع طارق حامد اللي قلبت جد؟ ما قابلتش حد رومانسي. ليه اتخانقت مع رمضان صبحي؟ زعلان طبعا ان امام مشي من نادي الزمالك بالطريقه دي. معلوماتك جامده جدا عشان ما شاء الله عليك. خلاص كده صح؟ خلصت.